اللهم صل على محمد. شكرا لابناء سفينة النجف الاشرف على مشاركتهم في العمليه الانتخابيه، وما افضل الى من اقوى اعزاء من اعضاء مجلس المحافظه والقرمون، وبارك لصعود اخواني في مجلس المحافظه، وايضا تبارك للسيد رئيس المجلس والابناء رئيس المجلس، وان شاء الله نكون على قدر المسؤوليه في حفظ هذه المدينه وفي اعمارها وفي ان تكون من المحافظات الاولى على مستوى العراق ان شاء الله. النجف مدينه امير المؤمنين، النجف مدينه المرجعيه الدينيه والحوزه العلميه، النجف مدينه المواقف الحسينيه.